وزعنا اليوم 1781 سكن اجتماعي، 548 شهادة تاع البناء الريفي، و 390 تجزئة اجتماعية. إذن هذا يعطينا أكثر من 2700. لما نزيد يعني أكثر من 3200 اللي توزعت في نفس السنة وبمناسبة الذكرى تاع إحياء الذكرى تاع الاستقلال، إذن نقول أنه قدرنا ولاية خنشرة قدرت توزع أكثر من 6000 حصة.